لو الحكايه فيها ان فيتو في زمان حضرتك شايف السجل بيدي اضافه ايه للمكان او سهل عليكم ايه السجل شايف حضرتك سهل ايه؟ بص السجل النهارده مرتبك عشان لسه اول يوم فبس الموظفين معاملة زي الشهر العقاري كده زمان نفس الشيء شايف في موظف حكومي بيتعامل معايا لا حضرتك شايف السجل هيضيف ايه؟ هيضيف ايه؟ كل حاجه كويسه هيضيف بيانات هيضيف استعلامات هيضيف قطاعات هيضيف كل امان يعني هيسهل ايه على المواطنين بتوع اهل الشرابيه؟ هيسهل لهم كل اجراءاتهم اللي هم عايزينها في الاول كنتوا بتعملوا حاجات فين؟ الورق الطايف هو كان نفس المكان وبعدين ايام الثوره المكان متبهدل ودونا وزعونا على الزاويه اه النهارده بقى رجعنا لمكاننا تاني بعد التوظيف وناس بتعيد الثوره شكرا.